Hello everyone، النهارده هنبدأ مع بعض شرح Unit 10 Lesson 1. يلا بينا. هنا بيقول لك vocabulary part، كل ما عليك انك تبقى عارف اسماء الحاجات البيكتشرز اللي انت شايفها، او البيكتشر سيل فون الموبايل، اسمه سيل فون ده اللفظ القديم او tradition word لكلمه الموبايل او السيل فون. طبعا اللي تحتها تابلت، اللي تحتها بيبقى اللابتوب، بس هو بيشاور لك هنا على السكرين بتاعت اللابتوب اللي هي الشاشه. بعد كده لما بتيجي تفتح اللابتوب وتيجي تفتح صفحة جوجل، فهي دي الويب سايت أو السيرش تاب اللي انت بتبدأ تكتب عليه أي حاجة انت عايز تعرف معناها أو تعرف عنها معلومات. فبتخش على الويب سايت بتاع جوجل، بعد كده بتتحرك الماوس بتاع اللابتوب أو بتاع الكمبيوتر بالماوس اللي انت شايفه ده. بعد كده طبعا ده الكمبيوتر، دي الشاشة بتاعت الكمبيوتر، وعندنا الولد ده قاعد على اللابتوب وبيعمل داونلودنج لحاجة معينة، سواء كانت بيكتشر أو فايل أو أي كان الشيء اللي بينزله، أو جيم أو أي حاجة. فبيعمل داونلود، داونلود يعني بيحمل أو بينزل حاجة على الجهاز بتاعه. إنترنت، وهي الويب، الإنترنت، الشبكة اللي إحنا بنكونتاكت عليها علشان نقدر نعمل سيرشنج أونلاين على الكمبيوتر أو على أي ديفايس. و finally ال keyboard هو اللي احنا بن type on علشان نكتب عليه أي حاجة. اوكي، يبقى كان cell phone, tablet, screen, website, mouse, computer, download, internet, keyboard. نيجي هنا بقى لل listening part. احنا هنا المفروض، انا لو خدت بالك ان انا شايلة خالص مخبية العربي، الترجمة العربي، مش المفروض ان انت تعود نفسك تقرا ترجمة. انت المفروض تقرا الانجليش وتحاول تعرف المعنى من الاجمالي المجمل، ولو في كلمة مش واضحة او مش عارفها بتفتح الديكشنري وتبدأ تعرف معناها ايه. وطبعا عندنا applications بالهبل، وممكن اونلاين تعمل search على اونلاين dictation، وممكن تقدر تسمع حتى الكلمة بتتقرا ازاي. تمام، فهنا تقريبا في حاجة مش مظبوطة في الكتاب، في الكونفرسيشن اللي داير، بس خلينا هنقرا مع بعض وهنفهم، هنحاول نفهم سوا ايه المعنى اللي بيتقال. فبيقول number one, do you have a computer to do your homework, honey؟ تمام، حابة بس ان انا اضيف معلومة صغيرة ان في اكتر من accent بنقرا بيها الانجليش. احنا كل الشعب بيبقى قاعد، زي ما احنا مثلا عندنا في مصر غير اللغة، زي العربي المختلف عن الجنوب، عن الصعيد، عن الشمال، عن لبنان، عن تونس، عن يبقى كل بلد هتلاقي اللهجة بتختلف، اللهجة which is the accent. تمام، الاكسنت الامريكان اكسنت بيختلف عن البريتش اكسنت، عن الايرش، عن الاستراليان، عن الروشن، وهكذا. فانت مش المفروض ان احنا بنقلد، ولكن المفروض ان انت تقرا انجلش in a clear way. تمام، فهنا بيقول do you have a computer to do your homework honey. المفروض هو بيرد عليها، بس مفيش هنا number 2 في البيج الاولانية، فمش عايز اخش في البيج التانية عشان بس ما يحصلش conflection. بس احنا ممكن نقراها جايز تدينا معنى شوية. بيقول لك no I have a tablet، رغم ان البيكتشر هنا بتقول، او يعني الصورتين هنا مختلفين، هنا دي حد ودي هنا حد. خلينا في اول بيج، بيقول لك do you have a computer to do your homework، تقول له I can you watch videos، بتقدر تشوف فيديوز. بيقول لها I have a computer and I can download photos، فبتقول له I want to learn to download photos، فبيقول لها ان هو يقدر يعمل download photos، وهي عايزة تتعلم ازاي تقدر تنزل photos. فبيقول لها I want to learn to find information on a website. هو هنا في missing conversation، لأن هو أكيد بيقول لها I can help you، فبتقول له thank you based على الأوفر بتاعه. البيج اللي بعدها هنلاحظ إن في الولد شكله مختلف والبنت كمان. فزار بتقول له do you have a computer to do your homework، فبيقول لها no I have a tablet I find information on the internet، أنا بلاقي الانفورميشن بتاعتي على الإنترنت. Then I do my homework in my notebook، عنده notebook الكراسة بتاعته، بعد ما بيجمع المعلومات online بيبدأ يكتب الانفورميشن ديت على الكوبي بوك بتاعته او النوت بوك بتاعته.
فالزار بتسأله برضو نفس الأسئلة، can you watch videos؟ يقول لها yes I can watch videos on my tablet. فبتقول له I want to learn to download photos، يقول لها I can help you. فبالتالي فبترد عليه بتقول له thank you. I think إن البيكتشر التانية هي أوقع شوية، والأسئلة من هنا على الإجابة من هنا، فهم تقريبا الكتاب مش مظبوط في الكونفرسيشن. بس مهم إن أنت عرفت إن أنت علشان ممكن في بعض الـ type of homework مثلا، زي ما يكون مطلوب منك مثلا project، اعملي search عن مثلا، أو اتكلم عن شخصية مهمة، أو اتكلم عن animal مهم، أو اتكلم عن حاجة معينة، أو هات لي معلومات عن حاجة معينة، فأنت المعلومات دي هتجيبها من غير من على الإنترنت. أو لو بابا ماما عندهم فكرة عن الموضوع ده يقدر يديلك قصيدة معاني، سوري، معلومات كافية، خلاص why not، اسمع واكتب بالصياغة أو بالطريقة بتاعتك. أوكي، اللي أنت فهمت، اللي أنت فهمتها. فهنا بس عايز يوضح لك إن اليونيتي دي كلها بتتكلم عن التكنولوجي، وإن إحنا إزاي نقدر نستخدم التكنولوجي in a good way. تمام؟ هنا بس المفروض، انا مش بحب الـ definitions ديت، انت مش مطالب انك تحفظ، بس يعني for your information FYI، بس بيقول لك ان read and learn، اتعلم بس. ف الماوس المفروض عايزك تعرف الـ definition بتاع الماوس، انت already عارف الماوس ده بيستخدم في ايه، او عبارة عن ايه. we use this for moving the arrow زي ما انت شايف on the screen، بنستخدمه علشان احرك الـ arrow on the screen على الشاشة. السيل فون اللي هي my mom uses this small device for calling people، أو we use this small device for calling people. الويبسايت we can use this on in the internet to find information. الويبسايت ده بستخدمه علشان to find an information. التابلت is bigger than the cell phone and it is smaller than the computer. هو بس بيعرفك الحجم عامل ازاي. السكرين is used to see things on the computer أو the tablet أو the mobile طبعا، أو السيل فون، أو even the TV، لأن كلهم عندهم screens. information يعني we can read and find this on the internet. information دي بتبقى حاجة بنشوفها بنقراها على الانترنت، أو even حتى من خلال كتب. الكيبورد we use it for writing or typing on the computer. والcomputer is an electronic device. we can write and find information on it. يعني بقدر أكتب وبقدر أطلع معلومات من خلال الجهاز الكمبيوتر ده. بيقول لك انك to talk about what you have علشان تقول انت عندك ايه، هتقولها ازاي؟ بقول I have a ball. They have an English lesson on Sunday. You have lots of work to do. We have a quiz tomorrow. She has a doll. It has a black spot on its face. He has 20 pounds in his pocket. احنا خدنا بالنا ان مع plural nouns او pronouns بستخدم have ومعهم كابتن I، بقول I have، they have، you have، we have. لكن singular noun أو singular pronoun بستخدم has. طبعا verb have أو verb to have ده verb الملكية، يعني عندي. okay. لما باجي بسأل، نركز في الحتة دي، بيقول لك do you have a ball؟ هل أنت عندك كرة؟ وأنا بدأت السؤال بدو، فبرد ب yes I do أو no I don't. I have a doll. بدأت بدو فجاوبت بدو. الدو ده بيعتبر ال helping verb، أما have فده ال main verb بتاعك. لازم تركز كويس قوي أنت سألت السؤال بإيه، هل سألت بال helping verb do ولا سألت بال main verb have؟ ال main verb هو ال second verb اللي بيجي في السؤال، ده ال main verb بتاعك. لكن ال helping verb هو اللي بسأل بيه في الأول خالص، اللي بيجي دايما في الأول. إذا دايما بقول لك وأنت بترد بالسؤال اللي سألت بيه بتجاوب بيه. وطبعا بنعمل switching لما يبقى السؤال ب you بجاوب I، أو السؤال ب I بجاوب you. يبقى do you have a ball؟ yes I do أو no I don't. عايز تقول بأنك معاك حاجة تانية، بعد ما بتقول I know I don't full stop، تكتب بقى جملة جديدة I have كذا، مش no I have a doll. دي ممكن، اوكي دي ممكن، ولكن خليك انت في البيزك الصح علشان برضو ما تتلخبطش. يبقى تنفي الجملة الأولانية بطريقة كاملة وصح، no I don't، وفول ستوب وتقف، لأن دي تعتبر short answer.
وتبدأ sentence جديدة وتقول I have a doll أو I have أي حاجة تانية. خلاص؟ هنا بيقول لك to talk about what you can do. احنا اتكلمنا عن ازاي بعبر وبقول انا عندي كذا، بقول I have او she has. هنا بقول انا عايز استخدم كلمة I can، انا بقدر اعمل حاجة، بقدر واعمل، يبقى انا بستخدم can وبعدها verb اللي هو main verb اللي عليها. تعال نشوف ازاي الكلام ده. بنقول I can، انا استطيع، انا بعرف، بعرف اعمل ايه؟ ما هو لازم بعد can لازم يجي بعدها baby verb. فبقول I can play basketball، ما قلتش plays، ما قلتش playing، I can playing، ما تجيش. لازم بعد can على طول، ايا كان بقى النوع او السبجكت نوعه ايه، مفرد ولا جمع، بس can plus البيبي verb. فبقول I can play او they can have break time now، she can sing alone، it can dance، وهكذا. تمام؟ لما اجي بسأل سؤال بقول can، بسأل ب can وده ال helping verb بتاعي. Can you a main verb؟ Can you kick a ball؟ فبقول yes I can، لأن سألت ب can فهجاوب ب can أو no I can't. آدي ده اللي سألت بيه بجاوب بيه، وده ال helping verb بتاعي، وده ال main verb بتاعي. كل ما عليك إن أنت تعرفه إن اللي بتسأل بيه بتجاوب بيه، عشان ساعات في ناس لما بتيجي بتجاوب بتخش الأمور في بعضها. تمام؟ I can مثلا مش عارف ايه، no I haven't، مع ان السؤال بدو، فدخل ده في ده. دايما تركز كويس قوي السؤال بدأ بايه علشان تجاوب بيه. اوكي؟ كده احنا الدرس الاولاني خلص. تعالى بقى نعمل practicing. ان مجرد خدنا شوية معاني كلمات، وخدنا ان احنا بنسأل اللي بسأل بيه بجاوب بيه، سواء بسأل بقى بدو وبعدها have مثلا او can وبعدها اي main verb تاني. تمام؟ تعالى بقى نبدأ. بيقول لك he uses his a for calling people، بستخدم ايه علشان to call the people؟ بستخدم طبعا السيل فون. I use the keyboard علشان اعمل ايه on the computer؟ write، بكتب او type. We can find information on the a internet، بلاقي معلومات على الانترنت. I can ولا cannot download photos، it is easy او it's easy، تبقى can. I A send emails, I don't know how to do it، مش عارف أعملها إزاي، يبقى can I send emails ولا I can't؟ I can't طبعا. He can A videos on his tablet، he can A، قلنا can وبيجي بعدها A baby verb، يبقى he can watch. I want to learn things from different websites، عايز أتعلم حاجات من websites مختلفة. I use the internet for my homework. It is easy. تبقى can. When you download a photo, you A it from a computer. بجيبها من الكمبيوتر. يبقى you get it or you get it from a computer. I A make a website. It is difficult. صعبة. يبقى I cannot make a website. It is difficult. Oh, it's difficult. We use cell phones to A people علشان أعمل إيه مع الناس؟ To call them. She cannot or she can't A information on a website. She can't A. Can't find on a can or cannot. بيجي بعدها baby verb زي ما اتفقنا، مفيش جديد. أوكي؟ كده احنا خلصنا، عملنا بس quick practice على ال lesson، وأشوفكم in the next video. ما تنسيش لو حابب تعمل follow للشانل، اعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. Have a nice time. Bye bye.